بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. هذه تتمة لسلسلة تاريخ الأمم، والتي نرصد فيها تاريخ الخلفاء والملوك والسلاطين والأمراء منذ عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإلى يومنا هذا، بطلب من أمير المؤمنين عمر، أو بطلب من عمرو، أو بطلب من عمرو وإلحاح منه إلى عمر، جاءت النية لفتح أرض مصر. أرض مصر بطبيعة الحال هي أرض الحضارات، وهي تعد من أقدم المدن والبلاد سكانا، كما أنها تعج بالعديد من الأعراق، وهي أيضا قاعدة من قواعد الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. استطاع المسلمون فتح بلاد الشام وأن يفصلوا الشام الشرقي، أو أن يفصلوا الكنيسة الشرقية في الشام عن الكنيسة الغربية في بلاد الروم. ولا شك أن فتح بلاد الشام رغب المسلمين في فتح مصر، ثم ينطلق بعد ذلك لفتح بلاد المغرب. الآن عمرو بن العاص موجود في نواحي فلسطين، في جهة رفح على الحدود المصرية الفلسطينية اليوم، ويريد أن يتوجه مباشرة إلى الإسكندرية التي تعد قاعدة الكنيسة الشرقية، ثم ينطلق بعد ذلك إلى مصر القديمة التي صارت تعرف بالقاهرة، لكن سيمر بخط يضطر فيه إلى أن يصل إلى مدينة تسمى الفرمة، والفرمة هي إحدى قواعد مدينة بورسعيد، هناك مكانها. ذكر ابن منظور في لسان العرب أن الإسكندر كان أخا للفرمة، فقال الإسكندر: لأبنين مدينة غنية عن الناس، فقيرة إلى الله. وقال الفرمة: لأبنين مدينة غنية عن الله فقيرة، أو قال غنية عن الله فقيرة إلى الناس. فأبقى الله مدينة الإسكندر، لأنه قال: سأبنين مدينة فقيرة إلى الله. وأباد الله مدينة الفرمة، لأنه قال: سأبني مدينة غنية عن الله. فالفرمة كانت هناك، ومر بها عمرو بن العاص كما سيأتي، واستطاع أن يفتحها، وظلت الفرمة خاضعة للحكم الإسلامي إلى أيام الحملات الصليبية في بداية القرن العاشر الميلادي أو الحادي عشر الميلادي، أبيدت تماما، فليس لها ذكر اليوم، إنما تقع اليوم آثارها وأطلالها بجوار مدينة بورسعيد. توجه عمرو على الطريق الساحلي، لأنه أقل ضغطا وعسكريا بالنسبة للقوات الرومانية، وهو متطلع إلى فتح بلاد مصر التي ضاق أهلها من القبط بالروم. الروم استعبدوا القبط، القبط هم أهل مصر الأصليون، استعبدوهم استعبادا كبيرا، فرغبوا بأن يكون هناك عدل في ظل الإسلام، ولذلك لم يتأخروا في الإسلام أبدا، دخلوا في الإسلام مباشرة. المصادمات العسكرية مع الجيوش الإسلامية كانت قليلة جدا، وهناك طائفة من العرب كانوا موجودين في الأصل قبل الإسلام في نواحي الصعيد، لأن الصعيد كانت مكانا لهجرات بعض القبائل العربية قبل الإسلام، وإن كانت هجرات يسيرة. فتوجه عمرو من جهة الساحل حتى وصل إلى مكان بورسعيد اليوم التي تعرف قديما بجوارها الفرمة، وحاصرها حصارا شديدا حتى طوع أهلها وأسلموا وخضعوا له. ثم توجه إلى بلبيس، وبلبيس هي مدينة من أشهر مدن المنطقة الشرقية في مصر، وهنا كان هول المفاجأة. هو يريد أن يتوجه من بلبيس بعد ذلك إلى الإسكندرية، إلى المقوقس، يريد أن يخضعه لحكم الإسلام، وأن يحاصر الإسكندرية، وأن يرغم أهلها، وإذا به يفاجأ وهو في بلبيس بوجود ابنة
المقوقس، أرمانوسا بنت المقوقس. ما قصة أرمانوسا؟ أرمانوسا أراد والدها أن يجبرها على أن تتزوج من قريب لها وكانت لا تريده، ففرت مع جارية لها حتى جاءت بلبيس، وإذا بجيش عمرو بن العاص رضي الله عنه يدخلون بلبيس ويفتحونها ويجدون أرمانوسا. أي عسكري الآن، أي عسكري يستطيع أن يأخذ أرمانوسا كرهينة ويستخدمها في فتح مدينة الإسكندرية وإخضاع المقوقس لشروطه الخاصة؟ ماذا صنع عمرو بن العاص؟ أكرمها غاية الإكرام، ووكل من يحميها ويحفظها ويرسلها إلى والدها، شكل قوة عسكرية معهم معهم عدة السفر، وخرجوا بخيامهم وعدتهم من بلبيس إلى الإسكندرية. فلما آواهم المبيت في بعض الطريق نصبوا الخيام وتركوا الأميرة مع جاريتها في خيمة، وجلسهم في خيمة قريبة أخرى يحمون هذه المرأة. فقالت الجارية للأميرة: إنني والله أخشى على أنفسنا من هؤلاء العرب. قالت أرمانوسا: والله لخيمة هذا العربي آمن عندي من قصر أبي. وبالفعل لما وصلت آمنة مطمئنة إلى الإسكندرية وإلى أبيها، كان هذا التعامل الراقي من عمرو بن العاص سببا في أن تسلم الإسكندرية صلحا، وسببا في أن يرجع عمرو بعد ذلك القساوسة الذين فروا من الإسكندرية خوفا من عمرو بن العاص، ولما عرفوا خلق الإسلام رجعوا مباشرة إلى الإسكندرية معززين مكرمين. لم يتعرض لهم عمرو بن العاص، ولم يتعرض إلى الإسكندرية ولا إلى آثارها ولا إلى معالمها، بل ما ينسب زورا وبهتانا مما يسمى بحريق الإسكندرية كلام عار عن الصحة كما سيأتي إن شاء الله في اللقاء المقبل. هذا الخلق الراقي هو نفسه الذي تعامل به قادة الجيوش الإسلامية منذ فتح المسلمين بداية ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى وقت قريب. وأخبار في ذلك كثيرة، بعضها تقدم وبعضها سيأتي إن شاء الله تعالى، وموعدنا في لقاء مقبل مع تتمة هذه الفتوحات الإسلامية. نراكم على خير.